يستقبل الإعلامي والممثل اللبناني الناجم عادل كرم يوم الثلاثاء من خلال برنامجه هيدا حكي النجم اللبناني سعد رمضان، بحيث أن سعد سيعمد خلال الحلقة لإطلاق أغنيته الجديدة للمرة الأولى ستحمل عنوان عم نام على الواقف. كما سيتطرق الحديث مع سعد حول العديد من المواضيع الفنية. للمزيد من الأخبار الرجاء الاشتراك في القناة.